والله لو كل فتاة حطت لنفسها معايير عشان تلاقي الزوج المناسب وهي بتدور على الزوج المناسب، فأنا أعتقد أنه هيكون صعب جداً عليها أن هي تلاقيه. في رأيي أنه أي فتاة المفروض أن هي تكون على طبيعتها، لأنه مش بس هي محتاجة أن هي تلاقي الزوج المناسب، ولكن محتاجة أن هي تتأكد أن هي تكون بكامل طبيعتها، علشان هو هيتعرف عليها النهاردة بالشخصية دي، لازم بعد كده اللي هيتجوزها تفضل نفس الشخصية وما تتغيرش.